باسم ليفا وصابونة اتحاد السلام والشرقية، هنعمل شغل مية مية. بنشكر الفنان والنجم عمر كامبا والنجم حسام ليفا والنجمة هيما صابونة، وهنسمع النهاردة ونشوف أحلى حاجات. يلا يا فنان. واطي واطي باسم دار السلام، باسم الواد يا كلام، باسم الواد يا بلدي. ايوه على الله على الله بالبحر كل واحد في دار السلام لقى وربط على اتجاهك، وانا كافي التوسعات واحنا علينا الكلمات، هقول كلام جميل في كلمة تحية خاصة أليفة ليا أحسن صاحب في الدنيا دي، بحب صبح وكمان يومين هنعمل لكم مهرجان، اتفرجوا علينا على اليوتيوب ان شاء الله. اسم الاغنيه اسم اي حاجه تبقى دي جي ليفا صابونة والنجم عمر كامبا ريميكس. ما تاخذنوش بقى عشان بقى على عريانين عشان الجو حر، بس وانتوا عارفين بقى الفنانين بقى وكده، وان شاء الله هيعمل معانا شغل جديد عمر كامبا، بس مش المره دي، هوعدكم ان شاء الله على اليوتيوب. حسام ليفا يا مساء السلام عليكم، احنا الفنانين معلش.